من صناعة الحرف اليدوية إلى إنتاج الصناعات التكنولوجية الحديثة، عديد من التحولات شهدها تاريخ الصناعة في المملكة منذ ثلاثينيات القرن العشرين لليوم. فمع توالي الاكتشافات البترولية، بدأ النشاط الصناعي في المملكة يشق طريقه بتأسيس شركة أرامكو وما تلاها من مبادرات ومشاريع صناعية حكومية وأهلية. وفي التسعينات الهجرية السبعينات الميلادية كانت انطلاقة إضافية في مسيرة الصناعة بتأسيس مؤسسات صناعية كبرى، من أهمها صندوق التنمية الصناعي، شركة سابك والهيئة الملكية للجبيل وينبع، فكان لكل منها دورها الرائد في دعم وتطوير الصناعة بالمملكة، وتأتي جدة كرائدة في سباق التطور الصناعي لتساهم بجزء كبير من الصناعات الخفيفة في المملكة، حيث يصل إجمالي المصانع القائمة بمدينة جدة حوالي 1945 مصنع، تحتضنها ثلاثة مدن صناعية كبرى تساهم في زيادة الفرص الاستثمارية الصناعية. حظيت الصناعة في المملكة باهتمام كبير من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال رؤية 2030 وبرامج الدعم المالي والإمكانات الكبيرة الموجهة للصناعة وجذب الاستثمارات وإنشاء المدن الصناعية والإعفاءات من الرسوم التي ستساهم في تخفيف الأعباء. واليوم تسعى غرفة جدة لتكون ممكنة لبرامج الرؤية وجسر بين المستثمرين وبرامج الرؤية الموجهة لدعم استفادة الاستثمارات الصناعية من الفرص المتاحة. وفي إطار جهود غرفة جدة لتعزيز التواصل والشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتمكين مجتمع أعمال جدة والمساهمة في التنمية، بادرت بإطلاق واستضافة مجلس صناعي جدة الأول برعاية وحضور معالي وزير الصناعة بندر الخريف تحت عنوان تمكين الصناعة في جدة للمساهمة في رؤية 2030.